طيب لكل المتابعين الكرام، سأطوي هذا الملف الخاص لمن يتابعني عبر الواجهة شهادة حية من الشهادات التي عاشت هذه الخاصة، لأننا نحن في آخر يوم من أيام دجنبير 2021. الأخ احنا غادي نغادروا المقبرة لأن الواجب المهني، حاولنا نعطيكم الحقائق كلها، ولكن أصر أحد الإخوة لأنه عاش تجربة غادي يعاود لنا هذه الحكاية ديال الصباح كيفاش وقع في قنيطرة. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. أنا يا سمتها عندي قهوة واحدة المقبرة ديال رضوان مدينة قنيطرة ديال رامي جنان 4. سمعت بأن جاني تليفون في القهوة بأن شي راجل قال لك ميت، أنا بقيت نضحك أنا ما صدقتش. قالوا حي. وي. مني جيت تما واحد المرأة ديجا سمعت الدقان. انا ما صدقتش انايا، المهم قلت لهم هدا بغيت نتيقن انا دران. انا شوكيت على الحماق، لو سمحوا لي بهذ الالفاظ باش نهضر. شوف هما تحشوا، ما اقسم بربي لاقيت انا الحضور ديالي، انا مني حبتنا تحبسوا وبنته حدايا وولادو هربوا. حطيت راسي المقبره ما عنده لا حجر لا والو، متبقى جديده، حطيت راسي بحال كنت نسمع هكا صافي. انا نط بقيت نبكي، بنتو ما تبكيش، انا مشيت باب بقات شدتني الغيره. اتقوا الناس والسلطات، والسلطات ما عندهم حتى شي حق، ما جاش الاذن عند وكيل الملك صافي. ما جاو لا بومبيه، جاو على السلطات، جاو على البوليس. لا اله الا الله. دابا انا رانا عندي قهوه نمشي نختم ما تغسيت الله يرحم لكم الوالدين. الا كان هذا الفيديو وصل الرجل راه باقي حي، انا تنبكي. راه شوفوا الحضور ديالي انا تنبكي، راه سمع الدقان وحشومه، احنا كنا مسلمين. ولكن جانا واحد، جانا مرحبا، جانا شي ميساج دابا عثمانه ما فهمنا والو. قال لك ولادو مشاو عنده، مشاو السلطات عنده ولادو تنازلوا، ما عندنا ما نديروا، حنا انا غادي ما نتغدى ما نخدم ما عايزين انا فلوس. طيب ايضا دار التوضيح مع الزملاء الاعلاميين، ايضا كنأكد ان بعض الزملاء الاعلاميين تعرضوا للاهانه والضرب من بعض الناس اللي كاين في المقبره، وكذا كنعاودوا نوجهوا النظر للمسؤولين اللي حاطين هذوك الناس في المقبره. هذو راه هما موتى، هذو راه الناس اللي كيموت خاص الانسان يكون في واحد البلاصه. راه هذه المقبره كتبان بان فيها واحد الغابه، لانه بعض الزملاء الاعلاميين ديالي اليوم تكرفصوا ضربوا، كاين اللي حيدوا له الكاميرا، حيدوا له التليفونات، واش ما بغاوش نديروا له الخدمه. حنا اليوم التوضيح اخر ما خديناه من عند الاجهزه الامنيه، اكدوا على ان العائله ديالهم داروا تنازل لا رجعه فيه للمتابعه، ولكن هاد الناس اللي عاشوا الحادثه ومن خلال هاد المنابر كنلتمسوا من الجهات المسؤوله باش تاخذ بعين الاعتبار وتفتح تحقيق اساسيه باش نكونوا ايضا حنا نزال، لاننا بدينا كنتعرضوا لتعسفات داخل المقبره. هاد الصوره اللي تنعطيكم، حنا خرجنا من المقبره كنا في الاول كنقولوا لكم غادي بحالنا.